Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Es un gusto estar con ustedes. مساء الخير، إنه من دواعي سروري أن أكون معكم في البرنامج. طب بداية أبدأ مع خبر فوز خوان لابورتا برئاسة البارسا، ومن وجهة نظرك إزاي ده ممكن يكون ليه تأثير على مستقبل ليو ميسي مع البارسا بعد فترة كتير من محبي البارسا شاهدوا توتر لأول مرة في تاريخ العلاقة ما بين ليونيل ميسي وبرشلونة؟ Mira, me parece que Lionel Messi es أعتقد أن el ليونيل crack, es el número uno, ميسي هو es el mejor jugador que tiene اللاعب رقم واحد، هو النجم الأكبر، النجم الأوحد. وأعتقد أن دخل نادي برشلونة في آخر 15 عام كان يتأثر كثيرا بوجود ميسي أو بغيابه. نحن نعرف أن هذا اللاعب غادر الأرجنتين منذ سنين طويلة، منذ كان عنده 7 سنوات عندما ذهب أبوه إلى برشلونة بهذا الطفل الصغير، ثم انتسب إلى نادي برشلونة أصبح أحد أعضائه، ثم قدم ولده إلى نادي. لذلك فإن النجم الأرجنتيني يعتبر أحد أهم الشخصيات الموجودة. لذلك فإن فوز جوان لابورتا يعتبر نجاح بالنسبة لميسي وبالنسبة لأسرة ميسي. أنا ما فهمته من بعض أفراد عائلة ميسي من قراءتي أنه لا يريد أن يغادر برشلونة التي تربى فيها. شاهدنا ميسي هو بيجري عملية التصويت، هل عندك معلومة يعني صوت ميسي ذهب لأي من المرشحين؟ هل كان من المعيدين لرئيس البارسا الجديد ولا كان ليه رغبة في مرشحين آخرين؟ جوان لابورتا كلنا نعرف أن ميسي كان يريد أن يصوت لجوان لابورتا. هناك كثير من الأسباب يمكن أن أستعرضها معكم. أولها أن أول تجديد لعقد ميسي كان على يد جوان لابورتا عندما كان رئيسا لبرشلونة في عام 2004، وفي عام 2004 كان هناك مباراة ودية ضد بورتو الفريق البرتغالي، وكان في ذلك الوقت بيب، وكان هناك من الوقت هؤلاء المدربين الذين كان يتفاهم معهم كثيرا. لذلك جوان دي لابورتا له فضل كبير على ميسي بصورة أو بأخرى. فريدريكو، خليني أسألك بمنتهى الصراحة، في بعض التقارير حتى ما قبل إجراء عملية الانتخابات اتكلمت عن وجود بعض الاتفاقات أو بعض الترتيبات بين لابورتا وما بين ميسي. كان في وعد من لابورتا بتلبيه مطالب ميسي سواء فيما يتعلق بمستقبله مع البارسا، سواء فيما يتعلق ببعض الانتدابات او فيما يتعلق بالجهاز الفني. ايه حقيقه هذه الاخبار وايه هي معلوماتك عن هذه الاتفاقات؟ أعتقد أن ميسي يحتاج أن يكون محاطا بلاعبين على مستوى عالي، إنيستا، شابي إرنانديز إلى آخره. ميسي نجم كبير ونجم أوحد بالفعل، لكن عندما يكون محاطا بالنجوم هذا يعني أن برشلونة يتربع على عرش الكرة ويقوم ويذهب دائما إلى أي مباراة ويفوز بها، سواء كانت على مستوى الدوري الإسباني أو حتى على مستوى أوروبا. من آخر مرة رفع فيها كأس بطولة أبطال الدوري تشامبيونز ليج كان من عام 2015. فميسي منذ وقت طويل بعد أن انفرط عقد الفريق وذهب بعض النجوم كل في طريقه واعتزل آخرون، فمنذ ذلك الوقت ميسي أعتقد يعاني من نوع من أنواع الجفاف. لذلك مسألة جفاف المكاسب، لذلك الإدارة الفنية يجب أن تحرص على أن يكون ميسي راضيا تماما، وأن يكون هناك كتيبة من النجوم حول ميسي. لكن أعتقد مسألة وصول جوان لابورتا إلى ميسي سيعطي ميسي أملا يجعله يصرف النظر عن الخروج من برشلونة، بالرغم أن عقد ميسي ينتهي في يونيو من هذا العام. من شهور بسيطة جدا كان خبر رحيل دييغو أرماندو مارادونا
هو الخبر الأكثر إيلاما يمكن على سكان الكرة الأرضية، وعلى أقل تقدير على كل محبي كرة القدم أيا كانت انتماءاتهم. لكن ما هو أكثر إيلاما كان فكرة وجود مؤامرة أو وجود شبهة قتل في وفاة مارادونا، وسمعنا عن اتهامات لبعض الأطباء، بعض أطقم التمريض، بعض المحامين اللي كانوا مرتبطين بشركات تأمين. يهمنا نعرف آخر المستجدات أو آخر التطورات فيما يتعلق بقضية رحيل مارادونا. ما يمكن أن أعلق عليه من هذه التساؤلات أن بعد غدا يوم الأربعاء سيكون هناك مسيرة في وسط العاصمة لطلب العدالة الخاصة بموت مارادونا، لأن الكثيرين يعتقدون أن مارادونا بالفعل قد قتل لأنهم تركوه في الأيام الأخيرة وأهملوه. كان هناك نوع من أنواع القتل بالإهمال الطبي، سواء من جانب الأطباء أو الممرضة التي كانت مسؤولة عنه. لذلك ودالما وجانينا بناته وزوجاته كلاوديو وأخوه دييغو فرناندو جونيور وبنجامين حفيده كلهم سيخرجون في مظاهرة حافلة يوم الأربعاء القادم في بوينوس آيرس، وقد دعوا إليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. سيكون هذا في الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة في أشهر ميادين الأرجنتين، هذا الميدان الذي كان دائما نادي بوكا جونيور يحتفل فيه بانتصاره أو بانتزاعه أي بطولة من بطولات الأرجنتين أو أمريكا الجنوبية. إذا ما زالت المسألة ساخنة. فريدريكو، خليني أختم لقائي معاك بسؤال عن الصاعد الواعد المبدع لاوتارو مارتينيز، نجم الأرجنتيني أو الساحر الأرجنتيني الجديد، اللي كتير من التقارير رصدت وجود مفاوضات معاه من أجل الانتقال لبرشلونة، ولكن الحقيقة في تصريح أخير قفل الباب ونفى فكرة الانتقال لبرشلونة. هل تتوقع أنه يستمر مع الإنتر ميلان أم أنه ممكن يكون ليه وجهة أخرى؟ ما استطعت أن أسمعه وأن أتبينه في الأيام الأخيرة أنه في فبراير الماضي أكد كونتي سواء أخبار أنه سيبقى في إيطاليا وسيبقى في الإنتر، بالرغم من أن عقده سينتهي في شهر يونيو، لأن رأسه ما زالت في إيطاليا. هو يريد أن ينتزع الدوري الإيطالي. بينه وبين الميلان 3 نقاط يلعبون اليوم، هذه الليلة، وهناك الكلاسيكو أو الديربي مدينة ميلان. أعتقد أن برشلونة قد أغلق هذه الصفحة وهو الآن في طريق البحث عن مهاجم أو رأس حربة صريح مختلف، لأن أعتقد أن مارتينيز سوف يبقى في إيطاليا ولوقت طويل. فريدريكو كونيكسر، بشكرك شكرا جزيلا. طبعا الصحفي الأرجنتيني بESPN، بشكرك على التواصل معنا. دي كانت آخر أخبار تطورات فيما يتعلق بالبارسا، رحيل مارادونا، وطبعا نجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز اللي أنا كنت بتمنى على المستوى الشخصي هو وجيدن سانشو ينضموا للبارسا، وكنت شايف إن هم يقدروا ينتشلوا البارسا من حالة السبات العميق اللي هم عايشين فيها بقالهم فترة.